على بركة الله. أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم أنا اليوم في هذا البك مباشر من مدينة قنيطرة. كيف ما كتشاهدوا الأم اللي عندها جوج وليدات مع الدبا، كيف ما قالت لي الطريق الأول ولا الطريق الثاني ما لقيتش فيهم الخير، ما عنديش الخير مع الرجال، الله غالب عليا. وهذه 4 شهور وأنا بنتي صغيرة في عمرها 7 شهور ياك لالا، عندها 7 شهور ما لقيت باش نكلها، ما لقيت باش نشربها. غنسمعوا هذه القصه وهذه المعاناه ديال الام فاطمه. مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، مرحبا بكل المتابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. كنتمنى منكم انكم تبارطاجيونا، كنصحك تبارطاجا. لاله فاطمه عاودي لنا القصه ديالك والمعاناه، كيف ما عاودتي لي قبيله قلتي لي الراجل الاول هي 8 سنين باش تفارقت معاه، الراجل الثاني خلاه عندي 7 شهور، من بعد درت انا وياه الطلاق الشقاق. مرحبا بك معنا، واليوم جاي عند خوتك المغاربه انك تربيهم باش يساعدوك. مرحبا، قولي لنا القصه ديالك. القصه ديالي انا جوج عرفي الصوت ديالك. عندي 16 عام 17 عام. السلام عليكم. خاتمي السلام عليكم فاطمه. السلام عليكم خوتي المغاربه. انا واحد السيده اللي درت عصيت بزاف، تزوجت الزواج الاول عانيت فيه بزاف، كنت كنتكرفص، كنت كيضربني، كان كيخليني بالجوع، ولدت معاه واحد الوليد اللي هو دابا في عمره 16 عام، وصافي درتو بقيت كنتكرفص معاه، قلت زعما ما نطلقش زعما على قبل هذاك الوليد، ساعة بقيت أنا كندير معاه تيضربني تيجوعني تيبيع لي حوايجي تيشرب. ملي تشرب تيجي ليا في منتصف الليل تيضربني تيخرجني للزنقه. انا دارنا ما كاينش هنا في قنيطره، دارنا في النواحي ديال الجبل ديال وزان، وصبقيت صافي بقيت كنعاصي كنعاني كندير صافي. وانا مشيت طلقت بقيت انايا كنكريت وبقيت كنخدم وصافي. انا ملي دوزت هذيك المعاناه ديال هذيك 8 سنين ما بقات عندي الصحه النفسيه ديالي، مرضات النفسيه ديالي مرضات، وكل مره طايحه عندي الراس عندي هادي، كل مره ما كنقدرش كنخدم وكنجلس كنخدم وكنجلس، بقيت كندير مع داك الوليد معايا صافي. وشويه ملي درت قلت انا فهاد لقيت الكورونا حبست الخدمه وكل شيء ما بقى حتى شي حاجه، وانا قلت لقيت واحد السيد على قد الحاله هذه، قلت انا غادي نتزوج غادي نستر راسي وهداك الوليد حتى هو يعيش معايا. بالاولى قلت له رانا عندي وليد، قال لي صافي ماشي مشكل، انا نكريو بيت وجوج بيتات وهاديك كرسونيه. قال لي صافي الولد حتى هو شويه عندي شويه واعر وهادي، وهو اصلا مره خدام مره ما خدامش. الاخر قال لي شوفي ولدك ما ديما ندير به. قلت له انا ما يمكنش ليا ولدي بلا حظ الزنقه. قال لي شوفي الا بغيتي ولدك الله يعاوني يعاون هادي. قال ولد مرة كيمشي هكا مرة كل مرة فين كيبات، كل مرة فين كيبات، تيبقى يبكي مسكين، ما كاين حتى شي واحد تيرحمو. مرة كل مرة فين كيبات، مرة كيبات هكا، مرة كيبات عند عائلتي باه، مرة كيبات عن عائلتي بعاد. لأن أصلا هادوك تما كيراك عارف هداك الجبل تما، المرة اللي كتزوج وكتطلق صافي كيبقى عندهم يديرو بيها صافي. ودرت قلت جربت جريت عليه انا، ماشي شي جريت عليه انا، حتى واحد ما كيجري على ولادو. قلت زعما ما انا صدقت حملت، لقيت راسي حامله، قلت لولدي انا صافي سي عاد عمتك وهادي وهادي صافي راسي عاد عائلت وهادي ناس كران لينا مداير ما حاله مع حال الله وصافي. هي هذيك وقلت زعما نجربو زعما كاين لا كان هو مزيان نبقى معاه ونولد صافي باش ما نضيعش انا هذا الشيء اللي في كرشي صافي. ثاني هكا حتى هو ما مزيانش، بقات كل مره تيجلس من الخدمه ولا تيعايرني ولا تيدير لي صافي. وانا يا خلطت راسي انا حامله، قلت والله ما بعدا هذاك الولد غيضيع عليا في الزناقه يمشي عاوتاني يبقى يتشمكر ليا ولا شي حاجه صافي. هو يسمح لي اصلا بقيت نقول له ولدي ما ولدي، هو يسمح لي وزيد ملي سمح فيا وزاد صافي. انايا ملي ولدت وقفت شويه وانا مشيت بقيت تنطلع ونجري باش نطلق. يا ديك طلقت
هاي تدف طلق الشقة طلقت. يلا كنت قادبة أنا بربع شهور، هاي البنية دابا عندي أنا هي عندها 7 شهور. البنية ما كترضعش لأن البنت البنية الحالة ديالها شوية ماشي تبعي، كلما أي حاجة كتأثر عليها، أي إلا عطيتها شي ماكلة كدير لها الحساسية. دابا قسما بالله إلا مريضة دابا الحساسية كتجي كل يومين دابا، وأنا بيتة معاها سهرانة. وما عنديش انايا، خليتها انا مشيت نخدم في الطيور زعما كاين زعما، خليتها عند واحد المراه مقابلها جات مشات عطاتها السيرو، السيرو ديال النعاس نفخ ليها الوجه ديالها وما نعساتش، بقات غير كتغوت بقات غير كتبكي. كل مره كنعطيها المراه كتمرض ليا، وانا هي كاريه انا كاريه ب 12000 ريال كتجيني الماء والضو ب 3000 4000 ريال. وانا دابا هاي شهرين، دابا شهرين ونص، دابا هي 15 يوم شهرين و 15 يوم ما هاي دابا داخل عليا الثالث، ما عنديش باش نخلصو. والموت ضاو عليا شهرين، والبنت هي غير بعض المرات غير صحاباتي داك اللي كنعرف والجيران هذوك تيجيبوا لها الحليب تيجيبوا لها الكوش، كل مره تيجيبوا لي طراو تيجيبوا لي قطع هذاك ثاني تيجيبوا لي طراو 5 كوشات كل نهار هذه هذه. ولكن هادشي راه انا راه البنت هي انا مهدب يخرجوا من الزنقه، وولدي هو ولا حتى هو ما خدام ما ردام بايخ داكشي اللي داز عليه. البنت ما عندها ما لا ما ترضى على والو حتى لا مرضاش حتى الدواء ما كاين، ما عنديش اللي نشري ليها. انا والبارح طحت داك على خاطر المعده سميتو، مشيت كتب لي عندي القلب شعل فيه العافيه في صدري، مشيت لسبيطار الغابه دوزو لي تحت داكشي قالو لي عندك القلب مزيان قالو لي عندك الاعصاب في المعده. وانا كنطلب منكم تعاونوني الله يرحمكم الوالدين، نطلب منكم تعاونوني الله يرحم الوالدين. ها علاه انا ماشي طالبه قسما بالله ما عندي، اللي ما ساقش بيه يجي عندي مرحبا بيه شوف، يجي عندي شوف لي انايا راه ما عنديش، ماشي انا زعما كاين عندي دور تندير هادشي قسما بالله ما عندي. حتى البنت هاهي مسكينه دابا حاليا ما خليتش عندها والو ما تاكل، وانا مهدده دابا فين غادي يخرج لي البوان ديال في اخر شهر هو هذا داك الصبر نوعيا. وهادشي اللي كاين اخوتي فاطمة بغيت نسولك من خلال انك كتعرفي قلتي سميتو راجلك ما كانت كنصرف في الاول لا الثاني لا حتى شي حاجه، لا نفقه لا حتى شي حاجه. الاول ما صافي بس انت مع انايا، الثاني انا مازال دابا معاه مع باقي ما عطاني حتى شي حاجه، باقي ما عطاني حتى شي حاجه. هو حتى يجي يشوف بنته ما كاينش ما كيبانش ليا مره، عاد خاصني نطلع ونهبط عاوتاني الا بغيت نصرف. وانا دابا حاليا انا يا الله غالب الله غالب ما عنديش حتى باش نطلع ونهبط حتى الطاكسي ما عنديش. انا مره واكله مره ما واكلش حتى غير الجيران مات. ابن ديالك ما كيقراش؟ ابن ديالك ما كيقراش؟ لا خرج له من دراسه ما عندناش، ما عنديش انا باش نقرا، ما عندي باش نشري له الكتوبه ما عندي حتى شي حاجه. واخا فاطمه قولي عفاك الرقم ديالك. الرقم ديالي 06 08 59 87 40. نعم، إذا كيف ما تبعتي معنا متابعين الأفاضل، هذه أم اللي كتطلب من جميع المحسنين والمحسنات سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، كتطلب منهم أنهم يساعدوها في المحنة ديالها. كيف ما كتقول أنا عندي هذا هو الشهر ديال الخير الثالث، وإلا ما عاونونيش غادي يخرجوني الباب أنا وبنيتي الصغيرة اللي كانت العمر ديالها 4 شهور، كذلك ابن ديالي اللي كيبلغ العمر ديالو 16 سنة اللي ما لقيتش باش نروح نقري. فالرقم ديالها كاين في صندوق الوصف، وغادي نقول لكم الرقم ديالي اللي هو 06 08 59 87 40. أعيد الرقم 06 08 59 87 40. والله لا يضيع أجر المحسنين. فشكرا لكم على المتابعة، كذلك نتمنى منكم أنكم تبارطاجوني كتصح تبارطاجا على الأقل باش توصل القلوب الرحيم. والحمد لله حنا المغاربة كنتعاملوا مع بعضياتنا خصوصا في هاد الحالات اللي كنشوفوا أم وجوج وليدات، واحد في عمر 16 سنة طفلة إلا رضيع في عمرها 4 شهور على حسب الأم كيف ما كتقول. فكنتمنى منكم أنكم تبارطاجيو. شكرا لكم وإلى اللقاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو في لايف آخر. شكرا لكم.